خدمة تمليك المساكن الحكومية. أقامت وزارة تطوير البنية التحتية مساكن حكومية من أجل تطوير وتنظيم قطاع إسكان المواطنين في الدولة والمحافظة على المخزون السكني ولضمان تنمية حضرية مستقرة في دولة الإمارات. إن كنت من مستفيدي المساكن الحكومية التي قد أنشأتها وزارة تطوير البنية التحتية وقد مر عليها سنة ميلادية، يمكنك اليوم التقدم بطلب الحصول على قرار تمليك مسكن حكومي أو بدل فاقد لقرار تمليك مسكن حكومي، حيث أصبح بإمكانك التسجيل على موقع الوزارة أينما كنت داخل دولة الإمارات أو خارجها عن طريق الموقع الرسمي للوزارة www.moid.gov.ae. لطلب تمليك مسكن حكومي قم أولاً بزيارة www.moid.gov.ae. قم بعملية تسجيل الدخول من خلال ملء جميع البيانات المطلوبة باللغة العربية والتأكد من إرفاق جميع الوثائق، وهي محضر استلام المسكن الحكومي، صورة بطاقة الهوية، صورة بطاقة جواز السفر، صورة خلاصة القيد، صورة عن فاتورة الكهرباء، وفي حالة الورثة يرجى إرفاق الوثائق التالية: نسخة عن شهادة الوفاة، نسخة عن حصر الإرث، ومن ثم إنهاء الطلب. بعد ذلك سيصلك بريد إلكتروني للتأكد من استلام الطلب. يمكنك متابعة حالة طلبك طباعة قرار التمليك من خلال حسابك الخاص المنشأ على موقع الوزارة. مع تمنياتنا لك بالتوفيق. إذا كنت في حاجة إلى استفسار أو معلومات إضافية، الرجاء الاتصال بمركز المعلومات خدمة آمر 600 500 500. إسعادكم غايتنا، معا لبناء مستقبل مستدام. وزارة تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة.